السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم معكم فيديو جديد ان شاء الله. غادي نصوبوا هاد الكعيبات باللوز، كيجيو صراحه غزالين. يعني تقدروا ديروه في الافراح والاعياد فوق ما بغيتوا، صراحه كيجيو بريستيج وكيجيو غزالين واحد الدرجه ما تصورش. كاين اللي كاين عاوتاني اللي كتجيها صعيبه انها تصوب كعب غزال، يعني هذا البديل ديالو صراحه كيجي زويون بحال غير الاخر فيه العجينه وهذا ما فيهش، وهذا كيجي صغير وبريستيج وكيجي غزال صراحه. كنصحكم تجربوه، كنظن غادي يعجبكم كما عجبني حتى انايا. وكنتمنى تابوناو معايا في لاشين يوتيوب، وما تنساوش لي جيم ولي كومونتير، وغادي نخليكم مع المقادير. كما كتشوفوا فركت اللوز ديالي، سلقته وفركته وغادي نستعمل. يعني كلشي كيعرف العقده ديال اللوز، يعني كل كيلو كنديروا فيه نص كيلو د سنيده. هنا كما غادي تشوفوا غادي نطحنوا بهذا المولينكس هذه ديال اندو ترو، كنظن راها متوفره في جميع البيوت. صافي كما كتشوفوا هكا كيتطحن كيولي عجينه. وكنزيد انا هنايا زدت معاه المسكه حره، مسكح الراحل ديجا يعني كطحن مع سنيده، فزت معاهم وطحنات لي صراحه مزيان. صافي هنا عندي العقده ديال اللوز، وعندي تما الاموند ايفيلي باش غادي نزوق، وعندي بيض صفر البيضه، والبيض غادي نخليه باش غادي نلصق العجينه. كل نص كيلو ديال هاد العقده ديال اللوز كنديروا فيها صفر بيضه وحده، ويلا بانت لكم باقا قاصحه شويه في يديكم يعني حاولوا تزيدوا شي نص صفر واحد اخر، ما تكثروش بزاف. انا دايما انا هنايا عندي اكثر من نص كيلو، عندي هنا شي كيلو الاربع ليها غادي ندير اكثر من صفر بيضه. نتوما غير صفر بيضه، الا كنتي واديروا نص كيلو راه كافي، الا كنتي واديري كيلو جوج صفر بيض. وعندي تمايا معلقه ديال، وغادي نزيد معلقه ديال الماء زهر عليه. كما كتشوفوا كنخدموا مزيان بيدي، يعني كنحس به رطاب لي في يدي، يعني نعطيوه وقته نخدموه مزيان. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما خدمات لي هذيك العقده ديال اللوز، كنشد ديك البيض اللي بقى ليا كنطربو مزيان باش ما كيبقاوليش ديك يعني كيولي مطلوق. صافي باش غادي نبقى نكور بحال هكا، بحال كتخدموا الكعبانيشان، يعني كتحربوا له دوك الحريبلات. يعني انا تقريبا درت فيهم شي 12 غرام، ما ديروهمش البنات كبارين بزاف باش كيجي هكا صغير، وديك ديك الصغوريه ديالو هي اللي كتعطيه ديك الحلاوه، كيجي حليلو صراحه. ها نتوما كما كتشوفوا حربلت الكميه ديالي كامله على قد هكا. صافي كنشد كل واحد كنلوحو في البيض وكنهزو، وكنلوحو يا اما في النص انا غادي نصوبو بالزنجلان، والنص غادي نصوبو بالاموند ايفيلي. الا بغيتي تصوبوه غير بالاموند ايفيلي من الاحسن، اما هكا كتجي نص بالزنجلان نص بالاخر، صراحه حتى الزنجلان كيعطيه كو مختلف وكيجي زويون. انا ديما كنخدمو نص هكا نص هكا. صراحه هذا الموديل زويون وما كاين ما تلقاوهش في اليوتيوب بزاف، ما كاينش كاع. انا عمرني صراحه ما صادفت شي وحده حاطه هاد الشكل هكا. فكنتمنى تابوناو، باقي لي جاي الجديد ان شاء الله وغنكمل بحال هكايا. كما كتشوفوا كنحاول نبسطو نعطيه الشكل ديال الكعب غزال. صافي غادي نكمل هكايا الكميه اللي عندي كامله، وغادي نرجع باش غادي نشوفوه فاش غادي يطيب.
هانتوما البنات من بعد ما وجدتو صافي. دابا خليته شويه نشف لي غير واحد الربع ساعه، المهم على ما جيت فين نكمل كنشف ليا ديك اللوز ديالي صافي. وهنايا دخلته للفران والطابليه، هانتوما كيف ما كتشوفوا صراحه كيجي زويون وغزال ما شاء الله. كنتمنى تابوناو معايا في لاشين يوتيوب، وغنخليكم مع هاد التصاور هادو، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليت لكم الراحه، باي باي.